هذه الفقرة من أحلى الفقرات اللي قاعدة تدور عندنا بالبلد من سقوط البائد إلى يومنا هذا. هذه المبادرة كلش مبادرة قيمة، ومن المبادرات اللي إحنا قاعد نلاحظها يعني ترفع مستوى الطالب، شجعت حفزة إلى يعني الطلاب اللي عندنا موجودين داخل الكليات والجامعات يتمنى هذا اليوم اللي يوقف في مكان مقدس. في الحقيقة هذه المبادرة الجميلة التي تقيمها العتبة العباسية المقدسة في كل عام، الحفل التخرج النموذجي، وصراحة يثلج القلب. نبارك لطلابنا بهذه المراحل، ونسأل الله أن يكونوا لهم جيل مستقبل منور لخدمة العراق والعراقيين وإلى المؤمنين والمؤمنات. سيعيش عراق الأحرار وتموت جراح. إنه نشاهد هؤلاء الشباب وهذا التحول الرائع في جامعاتنا، إنه يجون إلى الإمام الحسين سلام الله عليه وإلى أبي الفضل العباس من يعني من جنوب العراق إلى شماله، ويقصدون إلى هذا المكان المقدس من أجل أن يؤدون العهد بأنه يكونون أبناء أوفياء لهذا الوطن. حقيقة هذا اليوم يوم بهجة، ويوم يعني جدا جميل وحلو في الذاكرة يبقى أيضا. والله هاي فرحة كبيرة، يعني هيك شباب ويدفون للإمام الحسين وللإمام أبو الفضل العباس، يا ريت تتكرر هاي مو سنة وسنتين وثلاثة، لأن هو هذا الجيل يحيي زيارة الإمام الحسين والأناشيد، وهاي توصل لكل العالم مو بس يعني العراق بصورة خاصة. هذه اللوحة الفنية نعم إنها أجمل لوحة رسمت ونحتت وجوه الخيرة من أبنائنا الطلبة، ويتوجون هذا التخرج بأداء القسم وتأديته بين يدي الحسين وأخيه العباس، وهذا قمة العطاء. سنحقق أحلام العمر وسنبني الدار. كربلاء أهل البيت، فهي جامعة للعراق، جامعة لكل العالم الإسلامي. هذه الحاضرة العظيمة، هذه الحاضرة اللي منها العلم ومنها المعرفة ومنها الإيمان، لها الفخر والاعتزاز وأن يفتخروا بإمامهم الحسين عليه السلام وهم يؤدون القسم أمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس. إعطاء نموذج صحيح وقويم للطالب العراقي الأصيل، عكس ما نشاهده اليوم. حفلات التخرج حقيقة ليس لها صلة بالهوية العراقية الأصيلة. العتبة العباسية هي متفضلة بهاي الاحتضان لهذه الشباب القيمة. يعني العتبة العباسية المقدسة ليس غريبا عليها ما تفعله الآن، فهي سبق وأن أدت مراسيم كبيرة وكثيرة باتجاهات عديدة. واقعا العتبة العباسية المقدسة جزاهم الله خير الجزاء، وهم السباقين دائما في هذه الأمور، تمثيل الشباب واحتضانهم للقضايا الشباب، تهيئ هذه الظروف الجميلة. أفدي نفسي أفدي كلي من أجل